صباح الخير عليك استاذ ازهر، شلون الصحه؟ اهلا وسهلا استاذ، اهلا بك استاذ ازهر. اريد تحدثني عن فكره ربط منظومات الغاز مبدئيا على العجلات، هل راح تاثر على العجله؟ هل هي اضافه ام تغيير في العجله؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع ضابط منظومة الغاز هو مشروع مو حديث، مشروع بلشنا به من سنة 2017. احنا واصلين حدود جاوزنا ارقام 40,000 سيارة حاليا عاملة منظومات الغاز. اول ما بلشنا بهذا المشروع بلشنا على سياراتنا الحكومية اللي هي سيارات شركة عبيد خدمات الغاز وكذلك وزارة النفط. الحمد لله المشروع ناجح جدا، بفوائد اقتصادية وبيئية كبيرة جدا. موضوع تأثيرات على الحرارة على المنظومة أو خطورة بها، أي خطورة ما موجود بهذا الموضوع. هاي السنة الخامسة احنا نشتغل بهذه المنظومات بهاي الأجواء اللي موجودة نفسها كل سنة، وماكو أي مشكلة. بالعكس الجو الحار هو يعطي كفاءة عالية للمنظومة، يعني ما بي أي خطورة. المنظومة بها وسائل أمان عدة، سبع صمامات أمان اللي تحافظ على عمل المنظومة ولا يوجد أي خطورة في الاستخدام. طيب أستاذ أزهر، كيفية ربط هذه المنظومة؟ يعني راح تكون إضافة بالنسبة للعجلة بمختلف أنواعها أم تغيير بنظام العجلة الرئيسي؟ نعم، هي السيارات اللي تنضاف لها المنظومة هي السيارات اللي تعمل بالبنزين بالحقن الإلكتروني فقط، يعني نسميها احنا النوزلات. طبعا ماكو اي تغيير بعمل السياره. السياره بدل ما تعمل على وقود البنزين فقط راح تعمل على وقود البنزين زائدا الغاز، يعني حيصير عندك بنزين وغاز، يعني تتحول على البنزين تحول على الغاز. ماكو اي تغيير، يعني نضيف المنظومه ما تغير اي شيء بالسياره، فقط هي اضافه للسياره وليس عمليه تحوير لعمل السياره. يعني نقدر نقول هو ادفانتج، فشيء جيد للسياره، يحافظ على المحرك، على عمر المحرك، عمر الزيت، صيانة المحرك تكون أسهل. ومثل ما شاهدون الإقبال الواسع حاليا للمواطنين بعد الاستخدام، طبعا خصوصا احنا المستهدفين عندنا هم سيارات الأجرة اللي هم أكثر استهلاكا لوقود البنزين. فوائد بيئية جمة من استخدام الغاز بدل البنزين، الغاز صديق للبيئة على عكس البنزين بمخلفات، فبالتالي هو يحقق فوائد جمة من ناحية البيئة وكذلك من الناحية الاقتصادية للمواطن وللبلد. تمام، يا ريت لو الزميل المصور ياخذ لنا لقطات داخل هذه الورشة لعمل العمال داخل هذه الورشة، كيفية إضافة منظومة الغاز لمختلف العجلات الموجودة اليوم في هذه الورشة. أستاذ أزهر، أريد تحدثني عن عدد الورش الموجودة اليوم داخل بغداد المختصة بإضافة منظومة الغاز للعجلات. 26 ورشة في العراق موجودة لإضافة المنظومات، 8 منها في بغداد. طبعا مثل ما تشاهدون أنواع السيارات مختلفة، لكل نوع سيارة آلية ربط طبعا تختلف عن السيارة الأخرى طبعا حسب ديزاين السيارة. وهذا الموضوع ما أجى بسهولة، هذا بتراكم خبرات وكذلك دورات تدريبية خارج العراق في إيطاليا وفي تركيا وكذلك دورات داخلية بالعراق للناس اللي قاعد تعمل هسه أمامكم. الحمد لله والشكر العمل هو نوعا ما وأشيد به عمل قياسي، يعني من شركات عالمية بعد اطلاعهم على عملنا. نفس الوقت المواطن نفسه اللي ربط المنظومة وهو يشيد بذلك بهذا الموضوع، الحمد لله أثبت الجدارة وبها فوائد جمة مثل ما أسلفنا سابقاً.